متابعينا الكرام نتواصل مع الشوط الرابع وهو الثاني للقعدان الحقائق لمسافة 2 كيلو متر. اليوم الأشواط مولعة والأعداد كبيرة، وهذا للدلالة على حبهم وانتظارهم لهذه المكرمة الغالية. خلونا نتواصل مشاهدينا الكرام مع هذا الحضور ومع الجمهور ومع اللي تلعب الدور في الصدارة، يلعب الدور نعم شعار راعي الذهب ناصر بن سالم بن محمد الدرعي بن محمود، المركز الثاني مبشر عمده بن عبد الله بن سعيد بن فارس، المركز الثالث هناك تدخلات من الجانب الأيمن ما شاء الله تبارك الرحمن، وحضور قوي من قبل شاهين خليفة محمد بن خليفة الدرعي. المركز الرابع عندنا الوابل محمد بن علي بن سعيد الدرعي بن روية. المركز الخامس نتابع فيها وينك الخامس، هناك التدخلات من مشغل ناصر بن عبد الله بن فارس الدرعية، وأيضا يتواجد متوكل حامد محمد بن حاربة الدرعية. تعدينا لافتة الخطر، لافتة الامتحان الصعب الكيلومتر الأخير، فنسير للمركز السادس والسابع والثامن، خذ لفة ومن ثم نعود إلى الكوادر الأمامية، نعود إلى الصراع الثلاثية، الذهب ناصر بن سالم بن محمود الدرعية ومبشر حمدان بن عبد الله بن سعيد بن فارس الدرعية، وعندنا هناك يتواجد معانا راعي شاهين خليفة محمد بن خليفة الدرعية. هذا هو الثلاثية، هذا هو الثلاثية، ترى وين الأحداث وين الصراعات. المركز الرابع عند روية، المركز الخامس هناك عند راعي مشغل ناصر بن عبد الله بن فارس، نعود إلى مبشر حمدان بن عبد الله بن سعيد بن فارس الدرعية. مبشر مبشر والصدارة، مبشر والسيطرة، مبشر والحضور، يا سلام ال 400 متر الأخيرة. المركز الثاني شاهين خليفة محمد بن خليفة، طفح الكيلة حمي الوطيس ثلاثية ثلاثية قوية بقيادة بن فارس. في المركز الثاني شاهين خليفة محمد بن خليفة، الثالث عند الذهب ناصر بن سالم بن محمود. خلونا مع الأول، خلونا مع مبشر، مبشر وبشاير الناموس، بشاير الناموس يا بن فارس، سلام محمد بن عبد الله بن سعيد بن فارس الدرعية. نعم مبشر والحضور، مبشر والجمهور، مبشر يهدي السلامات والناموس المالكة في هذه اللحظات. الله عليك راح مبشر يبشر بالناموس حمدان بن عبد الله بن سعيد بن فارس الدرعي، والذي ينتزع الصدارة ثلاث دقائق عشر ثواني 76 جزء من الثانية. المركز الثانية شاهين خليفة محمد بن خليفة الدرعي، المركز الثالث الذهب ناصر بن سالم بن محمود الدرعية. أما مشاهدين الكرام المركز الرابع فكان فيها شاهين ذياب بن حمد بن حمود اليحافي، المركز الخامس كان من نصيب أمطفية لشهاب بن حمد بن العبد النعيمي، والمركز السادس المركز السادس رقم 20 متوكل حامد محمد بن حارب الدرعية. الناموس الناموس متابعينا الكرام، المالك مبشر حمدان بن عبد الله بن سعيد بن فارس الدرعي، وتوقيته 3 دقائق 10 ثواني 76 جزء من الثانية.